السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم العربي. هنتكلم النهاردة على الكتابة باللغة العربية في برنامج بريمير برو سي سي 2017. لما فتحنا البرنامج هنحاول نضيف تايتل، واستخدم التايب تول اللي عندي. تلاحظ ان هو بيكتب، مفيش اي مشكلة في اللغة الانجليزية. ولو حاولت استخدم عشان اكتب عربي بيحصل ان في مشكلة عندي، ان الحروف ما بيتعرفش عليها، او انه الحروف بتبقى زي ما انت شايفها بالشكل ده متفرطة. لو انا محتاج ان انا اصلح المشكله دي عشان اللغه العربيه تظهر بشكل سليم، هبدا افتح Edit Menu Preferences، والاوبشن عندك اللي اسمه Titler اللي موجود في البريفرنس. لما بتفتح التايتلر اوبشن هتلاقي في عندك حاجه اسمها Text Engine، وده اللي بيعتمد عليه البرنامج في ان انت تعمل انسيرت للتكست بتاعك. وفي عنده النظام الاوروبي والنظام الثاني اللي هو الاسيا والايه والعربي او الميدل ايست. فانا هنشط الاوبشن الخاص بالساوث اسيان اند ايه ميدل ايست، اقول له اوكي. تمام، لما بنحاول نبدا نضيف تايتل تاني، وهحاول المره دي ان انا استخدم الحروف واكتب باللغه العربيه. هلاحظ ان البرنامج عمل كراشنج وهيبدا يقفل دلوقتي، وهشوف معاكم دلوقتي حل المشكله. اللي تابع المشكلة دي هنلاحظ ان على موقع شركة ادوبي على البلوج الخاص بيهم هتلاحظ ان في البريمير برو سي سي اصدار نوفمبر 2016 اللي هي نسخة 2017 في فيكس باك فيكس ايه حصل لها انها ابديتد. فانا هاجي اشوف، هتلاحظ ان في الحاجة الخاصة بالتايتلر اللي هو ساوث اسيان اند ميدل ايه ايسترن كان بيعمل كراش للبرنامج لما تيجي تعمل اد للتكست. هو بيقول لك الحل ان احنا نعمل ابديت. محتاج ان انا افتح الكرييتيف كلاود، وفي الكرييتيف كلاود هلاقي فيه عندي ان البريمير برو سي سي 2017 في ابديت متوفر ليه. ابدا اكليك على ابديت، هيظهر لك مسج تقول له اوكي كونتينيو، هيبدا يعمل ايه ابديت للبريمير. اسيبه يعمل ابديت وارجع لكم بعد شويه. وبعد ما اخلص الابديت هنعمل اوبن للبرنامج. بعد التحديث فتحت البرنامج، عملت نيو بروجكت وعملت فيه سيكونس. الخطوة اللي بعد كده هفتح الـ Edit Menu، من الـ Preferences أختار Graphics، وفي الـ Graphics تحت الـ Text Engine هبدأ أختار الأوبشن الخاص بكتابة باللغة العربية وهو الـ South Asian and Middle Eastern. أختار الأوبشن ده، بعد كده أختار OK. الخطوة الأولانية في السيكونس بتاعي أنا عايز أضيف تكست، هلاقي عندي في Tools Options عندي أو Tools Panel، لاقي في عندي Type Tool، دي من التولز الجديدة. اكليك عليها وابدا اطلع على البروجرام مونيتور واكليك على الشاشه عشان ابدا الكتابه. اجرب ابدا الكتابه، هلاحظ ان الحروف بتاعتي شكلها مربعات، ده معناه ان الحروف او الفونت اللي انا مختاره ما بيدعمش اللغه العربيه. عشان اغير الفونت او الكالر او السايز او خلافه هلاقي فيه عندي في الايفكت كنترولز بانل ظهر فيه عندي التكست الخاص اللي انا كتبته ده، بنقول عليه جرافيك اوبجكت. الجرافيك اوبجكت بتاعي بيبقى ليه مجموعه من البروبرتيز او الاوبشنز، تلاقي في اوبشن خاصه بالترانسفورم اللي هي البوزيشن والسكيل والروتيشن، ده لو انا عايز اعمل انيميشن والاوباسيتي. في عندي الاوبشن الخاصه بالتكست اللي هي السورس تكست، الاوبشن الخاصه بالفونت والالاين او المحاذاه بتاعته والكالرز بتاعه والسايز بتاعه وخلافه. ابدا اغير الفونت بتاعي
بدل الفونت اريال، انا ممكن اختار اي فونت تاني ممكن يكون بيدعم اللغة العربية زي الفونت ده، او لو انا منزل فونتات عندي على الجهاز هلاقي في مجموعة فونتات باللغة العربية هنا، ممكن اختار الفونت ده اقدر اغير السايز بتاعي لو انا عايز، اغير الكالرز بتاعه، الكالر بتاعه مثلا خليه سيان، وكده قدرت اكتب اللغة العربية في برنامج ادوب بريمير. شكرا على حسن متابعتكم، لو في اي استفسار عندكم تقدروا تضيفوه في الكومنت اسفل الفيديو، وهيكون الرد باذن الله في اقرب وقت ممكن، وما تنساش تعمل سبسكرايب في قناة النت عربي علشان توصلك فيديوهات الدروس اول باول. اشوفكم على خير.